مع كتاب التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي. يتألف هذا الكتاب كتاب التلقين من 25 كتابا و 35 بابا. سيجدني أرد الشرف إن شاء الله ذي المجالس إدي في الدون لهذا ربي سبحانه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو المجلس الخامس من مجالس شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي. كتاب التلقين في الفقه المالكي هو كتاب قيم، له وزنه، له قيمته في مجال الفقه الإسلامي عموماً وفي الفقه المالكي خصوصاً. تكتب ثقيث مثلاً التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي سوزاليس السقي مرض ربي ذي المجلس ويس خمسة ذاكي ذي ثم عمرث سيدي سحنون إن شاء الله ذي قبل ربي فلاون فلانا غمراء. السقين بذو فصل ذا جديد، فصل الأوقات ذا شو دينا المصنف يناد الأوقات وقتان. الأوقات وقتان، الوقت، الوقت نظليف سوى زاليس يناد خطر بيد القرآن الكريم يناد إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، سورة النساء الآية الثالثة بعد المئة الأولى. في سورة النساء الآية 303 ربي دينا فظليث شد اللقاف إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من ولي كتب الحديث الاستهلال نسنت مخلف، مثلا كتاب الإمام مسلم ذا شوث البابا مزوارو كفذا الإيمان، ما تفتحظ الكتاب صحيح مسلم الموضوع مزوارو إسي كفذا الإيمان، هذا هو الموضوع الافتتاحي، هذا هو الفصل الافتتاحي في صحيح مسلم. في صحيح البخاري أنوي ذا الكتاب مزوار وقفذا العنوان الأول ذا شوث بدء الوحي، بدء الوحي هذا هو العنوان الأول الذي استهل به البخاري صحيحه. من غل سنن أبي داود سوى شوف ذا الموضوع الاستنجاء، وكل يوم يسعى العذري بس كل واحد بعذره. يفدس الاستنجاء وغرس، هذا هو المنطق. انت اذا مزوارو الانسان قبل ما يروح للصلاه، قبل ما يصلي لازم يتوضا، قبل ما يتوضا يستنجى. ولكن تروح الامام مسلم يقول لك نبدا بالايمان، قبل الانسان ما يتوضا ما يصلي ما لازم يكون مؤمن. تروح للبخاري يقول لك نبدأ بالوحي، بدء الوحي، منين جاتنا التشريعات؟ عن طريق الوحي. أمشي نبدا أمشي إنسى نطبق شرعيف المد ينزل الوحي، الوحي ولكل عالم وفقه الله إلى عنوان معين له مبرراته. تروح الإمام الترمذي بدا السنن تاعو بالوضوء، الوضوء. تروح الإمام مالك بدا بالوقت، بدا بالوقت وقوت الصلاة، هو اسمه وقوت الصلاة يعني جمع كثرة ماشي جمع قلة، ما قالش أوقات الصلاة كما قال مثلا صاحب الرسالة ابن أبي زيد القيرواني، كما قال صاحب التلقين القاضي عبد الوهاب. المهم إذن ذاكي
صاحب التلقين يبدا الاوقات. إنك الوقت الاوقات وقتان، وقت اداء ووقت قضاء. وقت اداء يعني ما لا يزال بنادم تزالي ذي الوقت. وقت الاداء يا اما ذيلي، وقت فضيله ما لاش مكان وقت نصلي هذه الظلف ندم، يعني اول الوقت وقت فضيله. من بعد الوقت الاختياري يعني من ميز زلطق لك ذي الوقت، من ميز زلطق لك ذي الوقت. اختياري معنى اختيار الوقت اللي تبغيض. إذن طهور في الوحده، ظل في الوحده مقدن كان وقي وقته فضيله، الباقي صار الوقت. الوحدة وربعة، الوحدة ونص، الزوج، الزوج ونص، ثلاثة، ثلاثة ونص، وقيوك وقيوك ذي الوقت يسميس وقت اختياري. اختار الوقت اللي تبغي تزلط، حيث أوقعت صلاتك في جزء من أجزاء هذا الوقت فقد أديت صلاتك في وقتها الاختياري. لا تعتبر لا مفرطا ولا مضيعا ولا مقصرا. ميت الزلط عادي ذي الوقت هاكيا وسي الوحده متى ثا ونص المد ربعه غير وقيا وذي الوقت فيه. ام بعد الا ويقارن الوقت الضروري. الوقت الضروري هناك اشتراك بين الظهرين الظهر والعصر، واشتراك بين المغرب والعشاء كما سياتي البيان بعد حين. وقت اداء، وقت قضاء هذه غير من تظليثيس ونون الزولارا ثفاثي تظليثيس أتسي الظل، ولكن مثال دا الوقتيس أتسي غرم أتسي قضو. فأما وقت القضاء فيذكر فيما بعد، هذا كلام المصنف. أم بعد ثورا أن نروح في باب وقوع الصلاة. وأما وقت الأداء فعلى خمسة أضرب: وقت اختيار وفضيلة، ووقت إباحة وتوسعة، ووقت عذر ورخصة، ووقت سنة يأخذ شبها من وقت الفضيلة والعذر. وبعدين الخامس: ووقت تضييق من ضرورة. كان يسمه مباشرة وقت ضرورة، كان يسمه كما القاضي عبد الوهاب اسميس وقت تضييق من ضرورة كما سيأتي البيان. ينات فصل: أما وقت الظهر، ثريب هذه التفاصيل. وقت الظهر ينات الذي لا تجب قبله ولا يجوز تقديمها عليه فهو زوال الشمس. من المريف حينما تتحرك الشمس من كبد السماء ذي نادي عند الزوال يشم وقت الظهر. مدام المسائل هي معروفة الأوقات بلا ما نفصل ديك السنت، فقط الذي يهمنا أنه يكفي الظلة. أكن دوس ذي الحديث أم زوارو إدي السفغ الإمام مالك في موطئه. أول حديث خرجه الإمام مالك في موطئه تحت عنوان كتاب وقوت الصلاة: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، أخر الصلاة يوما يخرج، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة. تفاصيل يذكرها صاحب الموطأ: فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنوك سلم ذن النبي عليه الصلاة والسلام فصلي ثوكذ الأوقات نظليث جبريل يرسد جبريل يزول أم بعد النبي عليه الصلاة والسلام يعون ذيث يزول من التسع ذا شو تظلي الثم زواروث إقزول هي صلاة الظهر أول صلاة صلاها أو فرضت صلاة الظهر لسببين أولاً وتسمى الظهر لكونها تصلى في الظهيرة ذي وقت الظهر السبب والسين أنها أول صلاة ظهرت صلاة تمزوريث إدي ظهراً فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى ذا شو يقصد هي صلاة العصر وبعدين ثم صلى يعني المغرب فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول جبريل بعد يزول النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين ثم صلى أي جبريل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاة العشاء وبعدين ثم قال بهذا أمرت بهذا أمرت الحديث الثاني في الموطأ قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس إلى آخره في تفاصيل نتاع الأوقات وردت في كتاب الموطأ إذن الخلاصة ذي الأوقات إلى الوقت الأول من وقت الأول اسمه وقت فضيلة أما ذا بك برد ما ذي الظل دي الوقت الني أم زواره أم بعد يسعى الاختيار يوسع توسع وقت اختياري أم بعد أدياس وقت تضييق لضرورة ووقت تضييق هو يقول أما وقت الظهر إلى آخره فيه إشارة خفيفة مهمة ذكرها والإبراد بها في الحر أفضل فظلث طهور ذا شد هنا في اللاس إناد الإبراد في بها يعني ستظهر في الحر أفضل اللي يروح منا للصحراء نتاع الجزائر يلقوا الظهر كاين مساجد يصليوها في الوقت مثلا على الوحدة ولا الوحدة غير ولا الوحدة وخمسة ولا ولكن فيه مساجد يصليوها على ثلاثة على ثلاثة ونص يطبقوا هذه السنة إلى وقت الإبراد أخطر بعد من يزول الأمطار درجون شوية درجون نظرة العصر ذي الوقت نيمك حمل الحال وذي الصحراء الشيء يقول سنسارن كل ذي الشمال أخطر ولا تقول نفذو مش هم نفذو الصحراء ولكن ولا ذاك وقت نفذو يجوز بل أفضل بنادم هذه تتظلها هذه الوقت يؤخرها وهذا الإبراد لا يسمى بالإبراد فأما أوقات الضرورة والتضييق ذا كيف كان التفاصيل أوقات الضرورة أولا لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقتها الضروري إلا لعذر فصاحب العذر مسموح له بالتأخير إلى وقت الضرورة أو إلى وقت التضييق وإلى قارف ندم ذي وخرطة ظلثيس ألا ماذا الوقت الضرورة فهيد نستفهم ذاش وقت الضرورة مثلا الطهور كذ العصر الطهور يسعى الوقثيس العصر يسعى الوقثيس وقت الضرورة يشركيث يعني مما زال القدار شحال من خمسة ركعات قبل ذي الدن المغرب القدار من خمسة ركعات القاضي عبد الوهاب يفكر تفاصيل دقيقة فلنركز القدار من خمسة ركعات أي غير خمسة ركعات طبيعي الطهور كذ العصر الشركي ثنت الوقت الضروري
طهر الساعة الوقفيس، العصر الساعة الوقفيس، إما نوري الزلة طهر العصر. ثورة مثلا غورنا تظلي من المغرب مثلا في السبعة غير خمسة تظلي في المغرب. طيب من ميجي الوقت الضروري ما يلا يقيم دل القدار من خمسة ركعات، أي خمسة ركعات معنتها أربع ركعات نطهر أرنو يس يوث من العصر ما يلا يستفيث قبل الذي يرفض الأذان أدنيني فلان صلى الظهر والعصر أي صلى الظهرين في الوقت الضروري أدرك الوقت الضروري إلى حقيث أدعي وذخ خطر ذي الشرع فقس الرحمن ربي يون ميلا إلى حقيث من الركعة قبل ذي فث الوقت الضروري سلفضل ربي صلى الرحمينس يتوحسد باللي زلت ذي الوقت وقت أداء لا وقت قضاء. مثلا تظلت من المغرب سبعة غير خمسة نتسى يشمد السبعة غير ثمانية يزول طهور أربع ركعات يسلم يكر يفضل تظلت العصر يزول يوثن الركعة بسجدتيها تكتمل الركعة تكتمل الركعة بسجدتين. من بعد رفع أذان المغرب أدنيني واجي يزول الطهور ذي العصر ذي الوقت الضروري. طبعا ذكرنا ونؤكد لا يجوز تأخير الصلاة الوقت الضروري إلا لعذر وين السعان لعذر نمس فهم ثورة إفكي يغد إناد المصنف فأما أوقات الضرورة والتضييق إفكي يغد أمثلة فهي للحائض تطهر ثمطث إلا نس العادة زديث ذي الوقت الني تطهر أتبدو تظلي أتظل ذا الضرورة فقسي من استهرى ذي الوقت الني الضروري أتزاد الوقت الني لها عذرها عذر التأخير واضح. والمغلوب يفيق هذه المثل مغنى عليه هذه ليون يصرع يغلي أريز لطهر العصر ما يكرد يفيد سي الإغماء ينس القدار خمسة ركعات أمشي راه الزال هذه الزال الطهور أكثر الركعة العصر إما إلا قدر والمسألة تقديرية إولا بلي قيمة قسنا أربع ركعات أطار ذي الزال طول ذي الزال العصر يصلي العصر والظهر سقطت عنه ولا يقضيها ما إلا الصرع سي الوقت انطهور شرط خطر ما إلا فرط طهور يستوفى يوالي الظل ويبغى هذه الظل المقرب العصر نافع يصرع صافي ما إلا إذا استفاق قبل المغرب لوقت يكفي لأداء أربع ركعات يصلي العصر وسقط عنه الظهر والمغلوب يفيق والصبي يبلغ يعني يجري عليه القلم أقول ذا مشطوح مشطوح وناوي تسوح سفارة
لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم، ولكن ما إلا يبض سن البلوغ ذي الوقت الضروري يجري عليه القلم باش انظر في الظليف. ماشي ذا الساعة زاليس عماد الدين أي غرثولة ما ينوري الظلالة يفرط لم يبض 30 سنة 40 سنة 50 سنة ألا نوي 70 سنة الفتوى إلى قد يغرمت ظلي فيس أخطر ذي نسلم يقر لا إله إلا الله محمد رسول الله ولكن نريد ظلالة يتسوالس ذي الظليث ما يفذو ظليث إلى قد يغرم العوام عدام أين ميزمر باش ولد الزيارة في ماليس وذا ما تشي ميكفذا غرام إلى قد يغرم يوميا للضيف اللاس يزمر ذي غرم يونواس يزمر يومين يزمر ثلاث أيام ممكن الإنسان يقضي ما عليه من الصلوات الفوائد فائتات بقدر الإمكان بالطرق المعروفة إمام كل صلاة حاضرة يصلي بعدها صلاة فائتة باش في النهار صلى قضى غرم نهار واحد يا إما في أي وقت يعني يبدأ يصلي إما يبدأ الصبح الفريضة الظهر العصر المغرب العشاء أو يبدأ الظهر العصر المغرب العشاء الصبح صيغتان جائزتان. والكافر يسلم هذه اليوم دا كافري من بعد يكشم الإسلام أكن كان يكشم الإسلام ذمته تشغل بالصلاة تجري عليه أحكام الإسلام شيء طبيعي اليوم دا كافري يشمد الإسلام يشهد لا إله إلا محمد رسول الله مباشرة في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس بعد التوحيد لا إله إلا محمد رسول الله فصليت والناس يذكر والنسيان ثاثوث يتسون انتظلت يتسون الطهور العصر أمشي يخدم من ميدي مشتا غادي يصلي. طيب إمشتتد في الوقت الضروري أثنتي الظل ولكن دقيقة في واحد التفصيل مهم أولا النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه يوليتسو لا حرج عليه ساثوث معفو عنه ما إلا مسيد مشتا يقيم قدر أربع ركعات قبل المغرب ذا شاري يخدم يصلي العصر فهي مسألة مهمة يونوري الظل لا طول العصر يتسوثنت المي مازال القدار من أربع ركعات المغرب إمشتاد أهل ترى أذي غرم الطهور العصر النغى أذي روح أذي الظل العصر السؤال مطروح لكم تفضل ممتاز يصلي العصر في وقتها الضروري يدرك صلاة العصر ثم خطر وقتها ويقضي صلاة الظهر أحكام وقي النسيان وحدس لا تسقط مش كما المغمى عليه المغمى عليه تسقط بشرط أغمي عليه في وقت الظهر ولكن ذاك طهور العصر خاطئ يتسوثنت يقيم القدار من أربع ركعات يصلي سيدرك صلاة العصر كاملة والظهر يقضيها قضاء إما إلا المغرب وكذ العشاء الوقت الضروري نتاع المغرب نتاع المغرب والعشاء خطر العشاءان لانت الظهران لانت العشاءان السؤال مطروح ما هو الوقت الضروري في المذهب المالكي للمغرب والعشاء
تفضلوا. إلى الفجر. مليحة هذه. إلى الفجر. أي نعم. إميل الإنسان يوضد الوقت قبل أذان الفجر صافي لقد يزال المرض العشاء. إن يكمل ليس على القدر من 4 ركعات قبل أذان الفجر. المثل أذان الفجر شحال كثيرة ورنا 38 انسى يخدم الحساب ينسى قبل دقيقة 4 ركعات يصلي المغرب 6 ركعات باش يدرك ركعة واحدة تاع العشاء. ميم إذا كان رفع أذان الصبح عادي أذان الفجر عادي يزيد من الركعة قبل الأذان 3 ركعات من العشاء يزولي ثبت بعد الأذان الفجر أو مرافق لأذان الفجر. صلى ركعة قبل دخول الوقت تبطل لأنه دخل في الصلاة على وجه غير صحيح. يشم ذي الظلف قبل فرمي قد كيني كذا مسافر كلا خدم ذي العاصمة هذا غلوظ الدخان صافي الفجر مازال يبيض مازال يصبح نص ساعة الفجر أكيني ميلو كان أدرو حضر كيف غالكار سيمار وضغ الزاير ضوضغ في الساعة أكينا تزالة كان قبل الوقت خاطئ وتتزالة قبل أغلوظو ميث شمض الكار الزال ديال الكار يا أخي ماشي اللي إذا شوفور الشيني مش الزال دي كرسي أم الشيني يركب الكار أم يركب لافيون وتسقط عنه القبلة خاطر مي روحها كي غالزاير القبلة تهكا ذاكي قرنس تخفيف إسقاط خطر التخفيفات ذي الشريعة أنواع ربي ناد في سورة النساء الآية بدينا وخلق الإنسان يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سورة النساء الآية 28 يريد الله أن يخفف عنكم إذ غرب ذي سيخفف اللون وبعد يدو خلق الإنسان ضعيفة ذاك بعد الفقهاء بند أنواع التخفيفات إلى ما يقارن تخفيف الإبدال الوضوء تيمم ولا شمان تيمم تخفيف إبدال ذا بدل تبدل هذا بهذا إلى ما يقارن ذاك تخفيف الإسقاط ذاك نوع من أنواع التخفيف اللي هو تخفيف الإسقاط المعنى يس الإنسان كي يصلي مثلا لازم يصل القبله الاتجاه القبله ذا الفرض ولكن موري زميرالا اما ضموضين ضموضين موري زميرالا هذه الزال كان فيه الحال اكن فيه الحال هذه الزال ما الا يركب يوم ديال لافيون ديال الطياره اذا غادي الزال تسقط عنه القبله نغير كارنا مما الا الطوموبيل يسيو فهم كاري كاري كذا هذه حبس هذه الزال لازم يستقبل القبله. بعد شدينا وبيان هذه الأوقات هو أن ابتداء الزوال ركزوا معايا هذا كلام المصنف هو أن ابتداء الزوال وقت للظهر وقت الظهر ماشي العصر مختص يعني يختص به الظهر خاص بالظهر لا يشركه فيه العصر غاس اسمي سن الظهران ولكن العصر لا يشترك مع الظهر في وقته الاختياري بوجه لا يشركه فيه العصر بوجه ومنتهى هذا الاختصاص قدر 4 ركعات للحاضر دايا يقيم ضربة
تقلقي للحاضر وركعتين للمسافر. شوف انتبه المصنف خطر ماذا مسافر طهور دوغانت كان سناف، العصر دوغانت كان سناف، العشاء دوغانت سناف، يعني الرباعية قصر الرباعية الظهر العصر وكذا العشاء. إن قدر أربع ركعات الحاضر يعني غير المسافر وركعتين المسافر، ثم يصير الوقت مشتركا بعد الدكر تركض العصر في الوقت الضروري، ثم يصير الوقت مشتركا بينها وبين العصر، يعني متى؟ بعد نهاية الوقت الاختياري للعصر. مكفى الوقت الاختياري للعصر أسيسي ولطهور أسيسي نبغض الدكر، من هنا تسمى اسم سنة الظهران. فلا يزال الاشتراك، يكمل المصنف، فلا يزال الاشتراك قائما، ما زال اشتراك يرطور العصر في الوقت الضروري، إلى أن يصير قبل الغروب بقدر أربع ركعات للحاضر وركعتين للمسافر فيزول الاشتراك. إقيمد القدر نربع الركعات في قذلين العصر ماشي طهور، ما إلا ذا مسافر القدر نصف ركعات، خاطر مسافر يسعى القصر هذه ظل العصر صفر ركعات، ويختص العصر بالوقت. شوف يعني المصنف مدقق، بلك يرمي ديننا فيزول الاشتراك، ممكن الانسان ما يفهمش يكفى الاشتراك يغلي وضحي في اكثر شو ديننا، ويختص العصر بالوقت، الوقت ثاقي مخصص العصر، وتفوت الظهر، يكمل البيان مزيد من البيان، وتفوت الظهر حينئذ على كل وجه. دايم فثك طهر في ندم بعد شو ديننا، وإدراك وقت الصلاة المعتد به هو إدراك ركعة منها، ذكرنا بهذا الأمر يعني بركوع وسجدتين، وما قصر عن ذلك فليس بإدراك. واحد يقول الله أكبر يقرأ سورة الفاتحة الشيخ يذن المغرب، يقول لك العصر فاتك أقلك ذي القضاء، أي غر خطر ما زلت زلت من بركعة، غسل وقت المختص للعصر، أما وقت نتاع أربع ركعات ولا ركعتين للمسافر، المهم يدخل في الصلاة ويؤدي ركعة باش تتكامل الأحكام الشرعية، تتكامل وتتناغم الأحكام الفقهية، المهم يكشب ذي الظال ثم كدنا دعوذة يون يحتمي في الحالة ذي الظال العصر ذي الوقت ستان جاروث، من بعد يزول ركعة ثم زواروث من العصر يفكيت إسلام الشيخ يدن المغرب صافي يوث يزوليت ذي الوقت قبل المغرب ثلاثة يزوليت انت بعد بديك شي من المغرب أمشيت نحسب واقي أسنيني يزول ثازوليت العصر ذي الوقت أي غار فقال ذا الرحمة ربي ذا الرحمة ربي الركعة اللي تجفز الدوك ثلاثة النظام ثغالة ما كان يزول ذي الوقت وريت وحاسب يوم القيامة وزرب الحساب يوم القيامة أغص ربي أشو دينا للأخير وما قصر عن ذلك فليس بإدراك. ثورة يكشم ذي الباب أجديد باب في ذكر الأذان والإقامة، نسعى الأذان والإقامة تزرام وياض واستناقوس وكليونا ميحن كني أمة الإسلام ميزها الله عز وجل بالأذان، ولش أمة تعبد ربي كما المسلمين بهذه الطريقة، يكون الإنسان الأذان يرفع الأذان، والأذان عنده فضل كبير، لذلك نلقاو في بعض الدول اللي تمنع الأذان، تطر شعيرة كبيرة،
ومختصر الإسلام راه في الأذان. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى آخره، معني إعلان التوحيد، تكبير الله ودعوة إلى الصلاة. لذلك يمنع الأذان في كثير من البلدان الغربية. سمحوا لي، الأذان فضله كبير عند الله عز وجل. ذكروا يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا المؤذن يغفر له، باش يكون المؤذنون يعرفوا قيمة الأذان، الله يبارك، المؤذن يغفر له، أسيعفو ربي مدى صوته. وضرك يا سعدو عنده مكبرات الصوت، بكري يأذنوا الصوت، هذه اللي في ذران، هذه اللي هذه يرفع الصوت، ولكن ثراس الأذان. ويصدقه كل رتب ويابس، أما ذا الزروع، أما ذا الطجراء، أما ذي فراخ، أما وقال لك إسلام. حديث خرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما. بعد ذي الحديث وايض، المؤذنون أطول الناس أعلاقا، أطول الناس أعناقا. سبحان الله، إفكاسنا ربي ذا الفضل ذا القرآن. يوم القيامة المؤذنون ذني ثني سنفك ربي ثغزين قد نسنا شتيلات أعنقق نسن غزيف نشرف كذا، يعني باش ما نطولش، خاطر في أحاديث كثيرة لتبين يعني فضل الأذان. نسأل الله أن يتقبل من الجميع. ولكن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. مهمة الأذان صعبة جدا. ما نتكلموش دروك عندنا الإمساكيات والتوقيت يا حسرة. تصوروا بكري كيفاش المؤذن يعرف الوقت، والله غير حياتهم عجيبة، ماشي سهلة، لأنه المؤذن يتبع يضبط الوقت لأنه مؤتمن. كي يرفع الأذان نصلي، هو يرفع أذان المغرب ناس تأكل تفطر رمضان، هي ماشي حاجة بسيطة، مسؤولية، ماشي ديني وعر سهل، ديني وعر نصواتاس. زيك المؤذنون تاع تسيفن مليح وفد ذن الشغالاقي ذي الزرم، الوقت الطهور، وقت العصر، وقت المغرب، إلى العشاء وكذا الفجر، ورنوياس ذي الفصول يتفديل، ماشي من فذو من الشتوى من الخريف الفسوس إلى آخره. مثلا الأمر يسهل، يسعى التوقيت افيك لا مارج دو سيكوريتي يسري شق الروس هكا. لذلك الامر ماشي داني سهل. المهم باش نطول في الموضوع هاكي، اشو ديننا هما سنتان، يعني الاذان غير واجبتين، اذان والاقامه. وسنه الاذان في الجماعه الراتبه دون الانفراد، افك التفاصيل، تفاصيل كثيره. والأذان في الصبح يناد 19 كلمة، وفي غيرها 17 كلمة. وحكاية لفظه في غير الصبح ثري وثنحسب، الله أكبر الله أكبر، أم بعد أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، 10. الله أكبر، 11. الله أكبر، 12. لا إله إلا الله، هي 13. هو قال 17. الترجيع صافي، 13 زائد 4 يساوي 17. ما معنى الترجيع؟ طيب سؤال غير ماهوش مطروح للمؤذنين ولا إما تفضل خويا اجتهد، شو مقام الترجيع؟ شو مقام الترجيع؟ قبل هذا السؤال يمسك هو الإيمان المؤذن. نعم هذه كبر
بدين الله أكبر الله أكبر هذه السوسم فسوسمينك السوسم دونك خدم الترجيع كان بصوت خافت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أو ربعا ما ديني أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله إسناف وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أثنى أربعة وبعدين يطلقها أشهد أن لا إله إلا الله بصوت مرتفع صافي 13 زائد 4 يساوي 17 ينادى في الصبح شحال ارنوياس سناف ادوانت 19 تاقي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أسيدي دي بعد حي على الفلاح هذا نهضر في المذهب المالك وإذا قد غفر فرصة باش نبهو بارك الله فيك شكرا على التنبيه تنبيه مهم يا إخواني التميز مطلوب ما استقر في المذاهب الفقهية عند النظام المذاهب الفقهية محترم ومشروع محترم ومشروع ولكن ذا المذهب الغالب ذي ثمورتنا مذهب المالكي أي غرب نادم ري يخدم حاجة ذي أذي يخدم تشويش في الغاشي ماشي ياكل غاشي سن الفقه ماشي ياكل سن التمثال أذي يخدم كان كان أما ذي الظل ذي الأذن أما ذي الإقامة أذي يخدم كان ولي يخدم مارا أربعة تكبيرات أذي يخدم كان سناف أين النظام يتقادر وني غاوند شحال يبردان ونأكد باللي من أصول المالكية مراعاة الخلاف هادشي اللي مسالاكي ذي فقه المعاملات عند بنادم أضياف ثبورث يوم ذان يحواج الرخصة يحواج لا حرج ولكن دي العبادة الدائمة المشتركة في كذاكي وها ربي يعني أسنفك أزال المذهب وذين قلها سواتاس خطر ذي النظام خطر ذي القدر خطر ذي الحداقة في قيا كل أنت وفي الصبح يردد بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ولفظ الإقامة الله أكبر ظلم مش ودي قال قد قامت الصلاة مرتين يقولها مرة واحدة قد قامت الصلاة مرة واحدة ماشي يعوض مرتين أكثر والإقامة سنة وعدم ذكرها لا يبطل ما لا ينسي دينا الإقامة أشتاقي لا يبطل الصلاة خاطر تاقي الصلاة تفذو من تكبيرة الإحرام ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها أكيد دينا المصنف إلا الصبح وحدها سوى الصبح الصبح يجوز ولقات تدن قبل المغرب نغات تشض المغرب الناس تشض رمضان قبل المغرب المحال خطر مولاش تغات تكفر ولا غيق الصلوات ما عدا الصبح والتوجه إلى القبلة في الأذان أحسن مريد المؤذن إلى قدير القفلة أحسن إما إلا مريا القبلة لا حرج عليه والأفضل أن يؤذن متطهرا إلا إذا خشي فوات الوقت إلى المؤذن مرير في ذي الأذان إلى قضية الطهارة سلوظو سلوظو ما إلا يقول ثفث الوقت إلا يطاس يساد يبض كان الجامعة يشم الوقت أذي حافظ في الوقت خطر هو مؤتمن هو مؤتمن يرفع الأذان بلا الوضوء يجوز من بعد أذيغ الوضوء للصلاة ويستحب لسامع الأذان أن يحكيه إلى آخر التشهدين يعني أذي يذبع المؤذن السامع يعني كل إنسان المؤذن يؤذن يرفض الأذان وكل نردد
نحكي معه نردد معه مد يبض حي على الصلاة حي على الصلاة إن لا حول قوة إلا بالله لا حول قوة إلا بالله كذلك حي على الفلاح والسلام. نكمل إن شاء الله بعد أن يرفع الأذان. نكمل بعض المعلومات المتعلقة والأحكام المتعلقة بالأذان. إفريث مثلا إميل الجوامع متقاربة، إذا كانت المساجد متلاصقة متقاربة تسمع الأذان هنا الأذان هنا، نعم كيف كيف الحكم واحد، بس قرر مدام يول جامع يرفض الأذان ويضغطي، لا يأكل جوامع يرفض الأذان، يأكل جوامع يقدر الأذان. ولكن السنة مؤكدة، ما إلا ينذر يرفض الأذان للنافلة، لا النافلة ما عندهاش، وذكرها المصنف إنات ولا يؤذن للنافلة. إما إلا يبغى يؤذن للصلاة في الوقت الضروري مكروه، هذا الأذان ذي الوقت ماشي لما فرد أذن سمحي إلى العصر مما زال خمسة أو ست دقائق المغرب أذير في ذي الأذان لكن العصر باش تظل نسيو سد روطار عشان نرجو قبل الظل أذير في الأذان خاطي وقتني مكروه وقيل الأذان المكروه نغلي الفائتة عشان كذغر ما تظل ثيو أدنا طهور نوزو الغرق في 45 سنة أذن أغثورة باش أتظل باقي أذن مكروه أنا غادي نظل بنادم أذن صلاة العيد الكسوف الخسوف إلى آخره، فيه تفاصيل في الموضوع. وكذلك ما يكون ذي الخلاء ذي الخلاء القضاء زمور يخدم ثا فلاح يشمد الوقت ما إلا يعني يستحب للجماعة التي تطلب يعني أتدنض باش يعني لكل جماعة تطلب غيرها أترفض الأذان أهثد سنوية باش كوني دلحق نظلني دون. باب العمل في الصلاة، والصلاة مشتملة على فروض وسنن وفضائل. البناء الفقهي نتاع القاضي عبد الوهاب لطيف يعني بديع جميل، ويظهر هذا الجمال مع الوقت إن شاء الله تعالى في تناوله الأحكام الشرعية بشكل جميل. إند والصلاة مشتملة على فروض وسن وفضائل، بعد شو دينا إند، فالفروض ضربان منفصلة ومتصلة. إند بعد فالمنفصلة ذا نوعان متقدم ومصاحب، فمن فروضها الفروض الظليف الطهارة من الحدث تزدي وإزالة النجاسة وستر العورة، بعد شدنا فهذه هي المنفصلة. في كذلك منفصلة عن الصلاة باش بلاد ماذا يغلوظ ويطهر ويزيل الجناسة النجاسة ذي الصريمانيس أذكر هذه الظل مستور في كذلك منفصلة، هي فروض ولكن منفصلة عن الصلاة. وأما المتصلة متصلة بالصلاة يعني ثين يشدن الظلث إند فاستقبال القبلة بمعنى أسرض تزدغ القبلة والنية في كذلك متصلة بالصلاة أسرض القبلة تتجه القبلة وهو فرض أسخمض النية ونية محلها القلب تقولي وتكبر المدينة. ونريد بالانفصال جواز تقديم فعلها وأنها مكتفية بنفسها، وذلك يتم في الطهارة وستر العورة. وأما استقبال القبلة والنية فمصاحبان لا حكم لهما إلا بإضافتهما إلى الصلاة. الحكم الشرعي مقرون
متعلق بإضافتهما للصلاة. فورا ما يولي الحو ماشي كي إلا قد الحو القبلة خاطئ. روح لشغلي عندك ساعة الشغل روح في كوالي غليد القبلة في كوالي غليد القبلة. ولكن ما ذكر ذا الظليف معناه إليك فمصاحبان. وأما استقبال القبلة والنية فمصاحبان لا حكم لهما إلا بإضافتهما إلى الصلاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.